مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فخاد دجاج المسحبي. هول الفخاد عنا كمان نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة سبع بهارات، ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين طعام حامض، 4 معالق طعام كاتشاب، 3 معالق طعام زيت نباتي، 4 معالق طعام خل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا خلطة كتير بتطلع طيبة. بنحط الحامض، الزيت، الخل، ملح والبهارات، كمان الكاتشب. بحركهم مع بعض. هلا بنحط الفخاد. بسم الله. هلا بخلطهم مع بعض منيح. واو، ريحه كتير كتير عن جد طيبه. بس خلطتهم منيح، هلا بغطيهم هلا بنقعهم اقل شيء ساعة، ممكن اكثر ما في مشكلة، بحطهم بالبراد. هول الفخاد بعد ما نقعتهم اقل شيء ساعة بالبراد، هلا بدنا نحطهم بالفرن. بسم الله، بمدهم بالصينية. هول الفخاد بعد ما حطيتهم بالفرن اخذوا بالفرن حوالي ساعة. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.